بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من كتاب الحكم العطائية للشيخ تقي الدين أحمد بن عطيل السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. قال رضي الله عنه: الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل، والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به. دي حته مهمه الواحد ياخد باله منها في علاقتك مع ربك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولا تكن من الغافلين. مش كده برضه؟ يبقى الغفله دي محذر منها. طب علامه الغفله من ضمن علاماتها كتير: عدم ذكر الله، عدم طاعه الله، الانهماك في الدنيا، جمع الدنيا، حاجات كتيره دي علامات للغفله. المسلمين العاديين عارفين. لكن في علامه بقى لغفله القلب، يبقى في حاجة اسمها غفلة في الذكر وفي السلوك في الحياة يعني والسعي، ده معروف. تلاقي واحد منهمك في الدنيا، ده غفل، ما بيذكرش ربه، تيجي وقت الصلاة ما يصليش عشان فاتح في حاله ولا في تجارته، تعرف على طول ان هو غفلة عن الله للدنيا، فأمل يعني. لكن في حاجة تانية، غفلة بقى في القلب، تجده في وسط المصلين وهو غافل، تجده في وسط الطائعين وهو غافل. ليه؟ لانه عنده عله في قلبه ثانيه. فهنا بيتكلم على عله في القلب الخفيه، مش بيتكلم على عله في الظاهر كل الناس شايفاها عارفاها انها غافل، لان ده بيتكلم مين؟ الاولياء اللي هم اهل القلوب بقى. فهمت؟ فاهل القلوب دول تلاقي نظرتهم على قلبهم عايزينه ايه؟ يخلوه قلب سليم، عايز يتعامل مع الله ايه؟ معامله كامله، ظاهره وباطنه. مش يبقى في وسط الناس في صفوف الصلاه وقاعد بيعد فلوسه وهو في وسط الصلاه، ويحسب حط كام في البنك النهارده ورصيده، وبعد ثلاث شهور هتبقى الارباح بنسبه قد ايه، وقاعد مشغول. ده غافل وهو بيصلي. شوف، غافل وهو واقف كتفه في كتف المصلين. الوالي مش عايز يبقى كده، بيحذرك بقى عشان تبقى اهل الولايه. الغافل بقى اللي قلبه غافل دي حاجه ثانيه بقى. الغافل يطلع عليه النهار يشوف هو هيعمل ايه، كانه نسب لنفسه الاختيار والفعل. لكن العالم بالله بقى يستشعر ان الفاعل هو الله، وان المدبر هو الله، وان الذي يختار هو الله، يخلق ما يشاء ويختار، وانه هو مالك الملك، وأنه الذي بيده كل شيء، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فتلاقي الغافل صاحي بيرتب يومه، بيرتب يومه يعني بيختار. فهمتني بقى إزاي؟ مش معنى كده إن العارف ما يرتبش يومه، لا، في فرق بين ده وده. الغافل يرتب يومه، لو ما حصلش ترتيبه يحزن، لانه ما عملش اللي عايزه، عنده جدول معين، جدول عمل النهارده عايز يعمله، لو ما عملوش يزعل ويتكدر. ده هو بقى بينسب الفعل لنفسه. انما العارف بالله يصحى برضه مرتب يومه، عارف انه عنده تجارته وعنده عمله وعنده شغله وعنده صلاته وعنده اوراقه، عنده عبادته وعنده اولاده، عنده العربيه عطلانه من امبارح عايز يوديها تتصلح، عنده بيته مثلا في حاجة عايزة تتصلح، كل ده مرتب ما يجراش حاجة. لكن شوف بقى وهو خارج شغله قلبه ناظر نظرة ثانية: يا ترى ربنا هيوفقني النهاردة فيما قصدت فعله، أم أن الله له اختيار آخر؟ فيبقى إيه؟ عينه على ترتيبه والعين الثانية على الله. فإذا جاء خلاف ترتيبه يسلم الامر لله وما يحزنش ولا يعترض، فتلاقي باستمرار قلبه رايق. هنعمل كذا النهارده، ربنا قدرها، لان هو الثاني بينظر ماذا يفعل الله به، هل يفعل به ما رتبه لنفسه ام ان الله له ترتيب اخر؟ فان رتب الله له ترتيب اخر قبل واستسلم وانقاد ولا يعترض. يبقى ده عابد على كل حال بقى. ده
ابتدى عابد على كل حال، لان هو مش بينظر ان ليه حول وقوه، لا ده هو في الاول بيرتب لنفسه من باب استعن بالله، من باب ايه؟ احرص على ما ينفعك. يبقى بيرتب لنفسه من باب احرص على ما ينفعك، وبيرضى بقضاء الله على خلاف ترتيبه، لان الرسول بيقول له واستعن بالله ولا تعجز. يبقى احرص على ما ينفعك يعني رتب، واستعن بالله يعني استسلم، لان الكلام هنا موجه للظاهر واستعن بالله موجه للقلب. فهمت بقى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدي اوامر للجوارح ويدي اوامر للقلوب، فما فيش تناقض. يجي بعض العيال بقى ايه اللي بيقرا من غير الشيخ، يقول انا بقى هصحى كل يوم كده هسيبها كده وخلاص اما اشوف ربنا هيعمل فيا ايه. يوم لا يسعى ولا يتحرك ولا بتاع، ويقعد كده برد. ايه يا ابني؟ اصل انا بقى ايه؟ ما برتبش، اللي بيرتب ربنا. ده مش فاهم بقى. ده مش فاهم اصلا. لان هنا الشيخ بيكلم القلب مش بيكلم الجسم والجوارح. ما بيقولش للجسم والجوارح العذر. ده بيقول الجسم والجوارح احرص على ما ينفعك. لكن قلبك يبقى ايه وانت حريص على ما ينفعك؟ افرض ربنا ما ادكش اللي انت قاصده ان ينفعك، تعمل ايه؟ تبقى كفور ولا تقبل وترضى؟ فهمت بقى؟ الغافل يبقى كفور وينفخ ومش عاجبه ومش طايق نفسه ومش حامد ربه، والعارف بالله يقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله انا كنت قاصد كذا اتزحلقت لقيت نفسي دخلت المستشفى عندي كذا اتحبست فيها 6 شهور، راضي كل الاحوال. مش ليه يا رب كده؟ انا صليت الفجر الصبح ورايح قعدت على طلب رزق اولادي، ليه تكسر لي عظمتي؟ وليه تحبسني في المستشفى؟ هو ما فيش غيري يا رب ولا ايه؟ ده جاهل، ده غافل، ده مش عارف، ده مش عارف خالص، ده غافل بقى. لما جاء على خلاف ترتيبه لم يقبل حكم الله فيه. فهم؟ وعلشان كده اخطر حاجه عدم الرضا بقضاء الله. لا يقل خطوره عن ترك السعي في طاعه الله. فانت مطلوب بالاثنين. تطاعة الله في الظاهر، وفي نفس الوقت تقبل ما قدره الله لك. دخل عليك رمضان، الحمد لله كل الناس ناويين يصوموا هذا الشهر كده، ويصلي صلاة التراويح، ويطعم الطعام، يعمل كل حاجة، ناوي الحمد لله، كل المسلمين بيبقوا عندهم همة حلوة. قام ربنا سبحانه وتعالى مع بداية الشهر جاله حمى ومرض، لا عرف يخرج من بيته، ولا عرف يصوم، ولا يصلي، ولا يقرا حاجة. يبقى دي حاجة جاية من الله، واللي جاي من الله ليك أفضل من اللي أنت كنت بترتبه لله. تقوم إيه؟ يجي عليه المرض، يقبل المرض، يقول يا رب. مش يقبل المرض يعني يقول يا رب لا تشفيني، لا. ما يعترضش ويذكر. لكن يسعى برضه طلب الشفاء، مش مانع. لكن ما بقاش إيه ضاجر. ليه يا رب تمرضني؟ ده أنا كنت هصوم لك، وهصلي التراويح، وهأكل الناس الطعام، ليه تحبسني؟ هو أنا وحش للدرجة دي؟ لا أنت مش وحش للدرجة دي. لكن أنت مش فاهم إن ربنا بيكتب لك الخير. وعد أن تكره شيئا وخير لك. ربما لو مكنك من الصيام ومن قيام رمضان ومن تلاوة القرآن ومن إطعام الطعام لأعجبت بنفسك. تقول يا رب تهدي، من عبد ربنا هدي. تبقى متكبر، تروح في داهية. يقوم ربنا عايز يكسر الكبر في قلبك، يقوم يذوقك ألم المرض والعجز وعدم القدرة، يقوم يكسر بقى الكبر والغرور والاعتماد على العمل، فيخرجك من الاعتماد على العمل إلى الاعتماد على الله. فرق كبير بين المعتمد على العمل. وعشان كده ربما رتبت الطاعة فلم يقسمها لك حتى يحميك من أن تنزه نفسك بفعلها على سائر الخلق. تبقى أنت مرتب الطاعة كلها وعايز تعملها، لكن ربنا مش عايز يديها لك. عارف لو اديها لك هتروح في داهية، هتبقى هي دي اللي تدخلك النار. مع إنها طاعة، لأنك هتعتمد عليها. هتفضل ناظر ليها. هتفضل تقول وتتكبر مين أدي
واللي ما عملش كده انا احسن منه، لا مفيش، فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا. اول ما تزكي نفسك هو ده الكذب بحق، مش كده برضه؟ يبقى الغافل بيرتب لنفسه، فان جاء غير ترتيب نفسه اعترض فافترض. والعارف بالله بيرتب، لكن لما يجي على خلاف ترتيبه يرضى ويستسلم وينقاد ويعلم ان هذا خير من ترتيب نفسه، فينقلب من الرضا للمحبه، انه يحب قدر الله، يقول يا سلام الحمد لله، والله ده ربنا بينا لطيف وربنا بينا كريم. لان اللي يريده اليك خير مما تريده اليه، فاللي جايه من الله احسن. انا كان زمان مثلا وانا كنت لسه شاب صغير كده ودكتور جديد وبحب بقى ايه شغلي ومنهمك في شغلي وارسل في المستشفى، وكل ما تيجي حتى افرح لان هشتغل كتير بقى وعليك عينين كتير واخد خبره برضه وبتاع. طبيعه الجراحين في بدايه حياته كده، تلاقيه يقعد في المستشفى مستني حد عشان يشتغل، ما هو بيزهق قاعد في اوضته طول النهار كده، عايز برضه الدنيا تبقى معمعه تحت، يوم يشتغل يعرف ياخد خبره زي ما زي. فكنا كده واحنا دكاتره لسه صغيرين. فالواحد يجي يوم بقى ايه ما عندوش نبطشيه ولا حاجه بقى الحمد لله، اليوم اللي قبله كنا سهرانين، انا عندي ورد قراني ما قريتوش، عايز بقى اما ارتب بقى لنفسنا النهارده بقى ان شاء الله بالليل بعد العشاء كده اقعد اقرا ورد امبارح والنهارده، انا متراكم معايا ورد امبارح كنت انا بطش، وارتب لنفسي يمكن اشرب القهوه وابتدي هو اقعد على القران، الاقي التليفون رن، واحد مثلا من جيراننا ايه عنده مغص شديد، هذا ربنا مش مرتب لي بقى اقرا الورد، مرتب لي حاجه ثانيه، اروح اقف في المستشفى اعمل لعيان ثانيه عمليه اعور مثلا واسهر معاه للفجر، ولا مرات جاري تولد وتعالى يا دكتور معلش وصلنا، تحصل عندها طلب وما عنديش عربيه، الله طب انا مرتب لنفسي حاجه، فلاقي نفسي مشيت في شغلانه ثانيه، او طلبني ابويا او امي احنا محتاجين تعالى مش عارف دلوقتي او اي حاجه، يبقى انت بترتب لنفسك حاجه وربنا بيرتب لك حاجه ثانيه. ترضى ولا مش هترضى؟ ترضى ما تضطرش، مش هترضى؟ ده انت بتتكل على عملك بقى، مش بتتكل على قدر الله وترتيبه. افضل في التعامل مع الله، انت رتب، لكن لو ربنا رتب لك حاجه ثانيه انطلق فيها واعرف ان اختيار الله افضل من اختيارك. فهمت بقى؟ تملي كده تقوم باستمرار، تبقى ما عندكش وجل ولا عندك خوف ولا عندك تردد، منطلق كده مع بعض، اول ما يفتح لك باب تدخل لانه ده اللي فتحه ربنا، وانت ما تفتح لنفسك باب تدخل بحذر لحسن يكون وعسى ان تكره تحب شيئا وتكره لك. يبقى لما تختار وتمشي مع اختيارك ويوفقك اختيارك تبقى خايف لحسن يطلع ده من اللي انت بتحبه هو نفسك بحذر حتى لا يكلك لنفسك. ادي الحكايه، فهمت بقى؟ عشان كده شوف الحكمه اقراها تاني. الغافل اذا اصبح ينظر ماذا يفعل، والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به، لان فعل الله فيه اللطف فيه الرحمه فيه الشفقه فيه الكرم، فعل الله حاجه كبيره. عشان كده كان سيدنا ابي اليزيد البسطامي بيسمع ايه ان بطش ربك لشديد، فجاله حال كده، الاوليه دول ساعات يجي لهم حال، حال يعني ايه؟ يعني يعلق تعليق لا ارادي ما يفهموش كل الناس، بيجي حال كده يعني ربنا يبين له معنى في الايه. بطش ربك لشديد، الايه دي فيها جلال مش كده برضه؟ جلال وخوف، يقوم ربنا يفتح له في الايه دي باب جمال. فهمت بقى؟ فالناس كلها شايفه باب الجلال وهو اتفتح له باب الجمال، يقوم اما يفتح له باب ثاني خاص بيه يبقى ده ربنا اللي فتحه له مش هو اللي فتحه، ده ربنا فتحه له في قلبه. اول ما سمع الايه الناس كلها تسمع ان بطش ربك لشديد تخاف من ربك تتوب علينا، وهو يشوف الجمال
يوم تيجي له حال محبه ووجد لله وشوق الى الله، التاني يجي له حال خوف والتاني يجي له حال رجاء، والايه واحده. اما ما يستمعها قال ايه؟ قال بطشي اشد. فربنا يقول ان بطش ربك شديد وانت تقول بطشي اشد، ايه المصيبه دي؟ فهمت بقى الحال؟ لان هو قال ان بطشي انا وانا جاهل بما يصلحني ويصلح غيري اشد، انما ربنا لما يبطش يبطش بلطف وبعلم وبحكمه وبرحمه، وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم، قد يبطش بالظالم ليكفوا عن الظلم، يبقى رحمه. فهو شاف الرحمه مغموسه بالبطش. فهمت بقى؟ انما انت لما تبطش بطشك اشد فعلا، لانك جهول تعرفش الخير فين. شفت بقى المعنى؟ فمش كل واحد يفهم كلام الاولياء، لانه ساعات يتفتح له باب. زي ما سيدنا علي دخل على الصحابه وربنا كان فتح له باب لطيف كده، المعاني اللطيفه. فقام قال لهم ايه؟ كيف اصبحت؟ الثاني يقول له اصبحت الحمد لله وخير وبتاع. قال له اما انا فاصبحت احب الفتنه واكره الموت واكره الحق، ولي في الارض ما ليس لله في السماء. الصحابه ما فهموش حتى سيدنا علي. قالوا ايه ده؟ اعوذ بالله، ايه ده؟ ايه اللي بتقوله ده؟ استغفر الله. مش قالوا له انت كافر ولا بتاع، لا، ما هم عارفين ده سيدنا علي. لكن فاجأهم بمعنى. فهمت بقى ان الاولياء وارثين من سيدنا علي الحته دي، ان يقول حاجه حتى الصحابه ما فهمتهاش. الصحابه الكبار ما فهموهاش. أما قال لهم أصبحت أحب الفتنة إن أموالكم وأولادكم فتنة، فبحب أولادي ومالي. قال لهم مش بحب الفتنة؟ أه بحب الفتنة. قال لهم إحنا كلنا كده. أصبحت أكره الحق وجاءت سكرة الموت بالحق. وكل واحد بيكره الموت عشان يزداد في الدنيا خير وثواب وعمل صالح، خيركم من طلع وحسن عمله. قالوا طب إحنا كلنا كده. قال لهم ولي في الارض ما ليس لله في السماء، لي زوجه وولد والله منزع عن الزوجه والولد. حلها له. فهمت بقى؟ وهكذا. يبقى لما يجي الولي يقول كلمه ما تاخدهاش بالاعتراض. شوف ما يمكن فهم بباب تاني، انت بتبص من باب وهو بيبص من باب تاني. لان دول اولياء، هو ربنا الاولياء جعل قلوبهم ايه؟ جعل قلوبهم كده محل تجليات خاصه. يبقى في تجلي خاص. اصبر بقى وشوف التجلي الخاص ايه؟ ما هو لو التجلي كله عام وكل الناس بيهمس مش هيتميز الناس. وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وجعلنا بعضكم فوق بعض الدرجات في كل حاجه، حتى في الايمان وفي الارزاق وفي القوه وفي الفهم وفي الادراك، ناس درجات. في ناس تقفل على نفسها، يقرا كلمه الولي يعترض على الولي. طب ليه بتعترض يا عم؟ ما انت هتعترض هتحرم من هذا الباب. يمكن في باب معنى جديد. فهمت بقى المسألة؟ فلازم الواحد ياخد باله. يبقى لما ربنا يفتح لك باب، اعرف ده خير. امشي فيه بلا وجل لأن ده اختيار الله لك. إيه اللي خلاك تدخل فيه بلا وجل؟ لأنه ده اختيار الله لك. وربنا ما يختار لكش أبدا ما يضرك. فهمت بقى؟ والله تعالى أعلم. اتفضل.